سيتوافر قريبا في الهند اختبار سريع وموثوق به وبسعر بخس لكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤلف من شريط رفيع مصنوع من الورق التفاعلي بعدما طوره علماء للمساعدة في لجم انتشار الجائحة. وأطلق على الفحص اسم فيلودا تيمنا بشخصية تحر يحظى بشعبية كبيرة في الهند. As it is a paper strip based test, it can be deployed in a very low resource area. You know, you understand that you know there are lots of remote part of India where you do not have very sophisticated laboratory. It will be much easier to deploy. It will have much more penetration to the common people, at least rural part of the India. ويستخدم اختبار كوفيد-19 هذا تقنية المقصات الجزيئية التي طورتها عالمتا الجينات الفرنسية إيمانويل شاربونتيه والأمريكية جينيفر دودنا لتحصل نتيجة لذلك على جائزة نوبل للكيمياء هذه السنة. ويعتبر فحص فيلودا تقدما كبيرا في الهند لأن نتيجته موثوق بها مثل فحص PCR مع توافره بسهولة أكبر بكثير.